عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يعوده بمكة فقال: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وإنما يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبالثلثين؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير، أو قال: بعيش، خير من أن تدعهم يتكففون الناس. رواه مسلم.